لكن أبدأ بأخبار النادي الأهلي. خلاص خلال ساعة أو ساعتين على أقصى حد بعثة فريق النادي الأهلي إن شاء الله ستصل إلى القاهرة بعد معسكر إعداد في أسبانيا، يعني أقيم على مدار حوالي 10 أيام في مدينة أليكانتي خلال الفترة الأخيرة. قدر الإمكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي حاول يستفيد استفادة قصوى بهذا المعسكر استعدادا لآخر مباراتين في الدوري العام أمام المقاولين العرب وأمام نادي الزمالك إن شاء الله على الترتيب يومي 24/7 ويوم 28/7. الفريق النهاردة إن شاء الله هيوصل في حدود الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة بعد رحلة طيران استمرت حوالي 4 ساعات ونصف. الفريق غادر النهاردة بعد العصر مباشرة من مدينة أليكانتي في طائرة خاصة إلى الوصول إلى مطار القاهرة الدولي إن شاء الله. الفريق في خلال معسكره في أسبانيا خاض 3 مباريات ودية، المباراة الأولى أمام فريق سوكر سمارت الأسباني وعاء الأهلي فيها نتيجة إيجابية كبيرة جدا بالفوز بحوالي 9 أهداف مقابل، ثم تعادل إيجابي مع نيوبورت كاونتي الإنجليزي انتهى ب 1-1، وكانت تجربة قوية ومفيدة للجهاز الفني. والتجربة الأخيرة كانت بالأمس أمام فريق أوكام الأسباني انتهت بعدد وافر من الأهداف، والجهاز الفني كمان فكر في نهاية هذه المباراة الودية أن هو يدفع كمان بالتيم الثاني العنصر أو الأجزاء الفريق الثاني من فريق النادي الأهلي عشان يلعب قدام الأساسيين ويتم تجربة عدد كده من الخطط التدريبية اللي مارتن لاسارتي كان بيفكر يطبقها في نهاية المعسكر التدريبي. إن شاء الله تكون فترة إعداد متميزة يكون الجهاز الفني استفاد فيها قدر الإمكان، لأن كمان في لسه في مرحلة ثالثة إن شاء الله في القاهرة بعد العودة، مباراة ودية أخيرة قبل ما يدخل بقى في غمار آخر مرحلتين وآخر منافستين في الدوري أمام المقاولين العرب ونادي الزمالك.